الحمد لله رب العالمين. يا رب هيئ لنا من امرنا رشدا، واجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، واسمعنا فيه ما يقر نفوسنا، وثبت علينا ديننا وعقولنا. واشهد ان لا اله الا الله هو ولي الصابرين. قال داود: يا رب ما جزاء العبد الحزين اذا صبر على بلائك ابتغاء مرضاتك؟ فقال الله تعالى: يا داود البسه ثوب الايمان ولا انزعه منه ابدا. يا رب يا حبيب القلوب انت الحبيب، انت انسي وانت مني قريب. يا طبيبا يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت شمس من احب بليل واستنارت فما تلاها غروب. ان شمس النهار تغرب بالليل، وشموس القلوب ليست تغيب. واذا ما الليل اسدل سترا فالى ربها تحن القلوب. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان يدعو ربه جل في علاه فيقول: اسألك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. سيدي 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 يا ابا القاسم، يا رسول الله، يا خير مخلوق وافضل مرسل وشفيع قوم اذنبوا واساءوا، انوارك العظمى انوارك العظمى اذا ما اشرقت يوم القيامه فالورى سعداء. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع غيابة الجب، حيث نلقي نظرة على يوسف. يوسف وحده مع الله وحده، ومع الدرس الرابع والثلاثين والمئة. نحن الان امام بئر يوسف. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صديق، السلام عليك يا من شربت كأس البلاء صابرا محتسبا. وها نحن اولئك مع العشرة الاخوة نقطع الطريق من غيابة الجب الى بيت يعقوب. تعالوا معي الان لنسير مع اخوة يوسف العشرة الى بيت ابيهم يعقوب، وابوهم لا يدري ماذا ترى في علم الغيب. لا يعلم الغيب الا الله. انه سلم يوسف لهم امانة غالية يرتع ويلعب، ولكنه لم يرتع ولم يلعب وما ذاق حلاوة اللعب، انما هو الان في ظلمات بئر عميق يقف على صخرة وليس معه احد من اخوته، ولكن من كان الله له انيسا فكفى بالله. من اراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن اراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه،
ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فان الله تكفيه. نعم، لم يكن يعقوب يدري من الامر شيئا، ولو ان يعقوب اطلع على صفحة الغيب ما فرط في يوسف وما سلمه لاخوته مهما كان الثمن غاليا، ولكن لا يعلم ما وراء الغيوب الا واحد الديان. الله الله، لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بي علمه من قبل تصويري. وجاءوا اباهم عشاء يبكون يبكون، ما ارخص الدموع ما ارخص الدموع اذا كانت دموع التماسيح عشاء، اي عندما ارخى الليل عباءته على الكون حتى لا يرى يعقوب وجوههم وامتعالاتهم. اننا ونحن سائرون الى بيت يعقوب كان معنا قميص يوسف ملطخا بدم شاة سبحت، وجاءوا على قميصه بدم كذب، لم يقل الله بدم كاذب، لو قال بدم كاذب لكان الدم موصوفا بالكذب، لكنه قال بدم كذب كأن الدم هو الكذب نفسه. ولكن مهما فعل الفاعلون فلا بد ان يتركوا وراءهم اثارا، لا بد ان يترك الجاني وراءه علامات واثارا تثبت انه الجاني. عشاء يبكون، عشاء الليل دامس، ويعقوب في بيته ينتظر عودة يوسف لحظة بعد لحظة، دقيقة بعد دقيقة. ولكن هون عليك يا نبي الله، فلن تراه الا بعد 40 عاما. البلاء، اشدكم بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. يا يعقوب هون عليك، ان الخط فادح، وان المصاب شديد، وان الخطأ جسيم، وجاءوا اباهم عشاء يبقون. يتفقد يعقوب يوسف بينهم فلم يجد، لعله تأخر قليلا لانه ما زال غلاما صغيرا. اين يوسف؟ اين يوسف؟ اين مهجة القلب؟ اين قلبة الكبد؟ اين حبة العين؟ اين يوسف؟ ان القلب يكاد يقفز من مكانه. اين اخوكم يوسف؟ اسمعوا ماذا قالوا. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق نعدو ونجري ونتسابق، وتركنا يوسف عند متاعنا عند ثيابنا وطعامنا. فماذا الى هذا الحد والكلام لا غبار عليه، ولكن ماذا؟ فافترسه الذئب. لا، فاكله الذئب. لو قالوا فافترسه الذئب لبقي من عظامه شيء يستطيع يعقوب ان يقيم الدليل عليه، ولكن فاكله الذئب لم يبقي منه شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. وهذا هو الفرق بين فاكله وبين فافترسه. افترسه الذئب.
ويكاد المريض يقول خذوني وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اكله الزيت، هاتوا القميص، هاتوا القميص. وجيء بقميص يوسف، واخذ يعقوب عليه السلام ينظر في القميص من جميع جهات، فقال لهم اريد ان ارى هذا الذئب الحليم العاقل ياكل صاحب القميص ولا يحدث في القميص اي تمزيق. لا اله الا الله، اريد ان ارى هذا الذئب. بيوت الانبياء، بيوت الانبياء يخيم عليها البلاء حتى لا نجزع، وحتى لا نجزع وعزتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوفيه بكل سيئة كان عملها سقما في جسده او اقتارا في رزقه او مصيبة في ماله او ولده حتى ابلغ منه مثاقيل الضر. فاذا بقيت له سيئة بعد ذلك شتدت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. البلاء، واذا رميت من الزمان بشدة واصابك الامر الاشق الاصعب فاطرع لربك، فاطرع لربك انه ادنى لمن يدعوه من حبل الوريد واقربه. يا ابانا، هكذا بلغة فيها سحر ودهاء، يا ابانا، وهم يعلمون علم اليقين ان يوسف هناك. هناك اين؟ في مؤسسة الاطفال، في مؤسسة اجتماعية، في مضرة، في مستشفى. يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. فاكله الذئب وهم يعلمون ان يوسف هناك عريانا في بئر مظلم، في بئر مظلم، والليل دامس ويعقوب لم يطلع على الغيب. انها فلسفة القضاء، انها فلسفة البلاء. فاكله الذئب، والله يعلم ان الذئب بريء كل البراءة من دم ابن يعقوب. الله يعلم ان الذئب بريء. الله يعلم ان الذئب لم يقرب يوسف، ولكنه الدهاء، ولكنها الحيلة. فاكله الذئب. اين هذا الذئب الحليم العاقل الذي يأكل ابن آدم دون أن يحدث في قميصه خدشة؟ ولكنها الحكمة العليا، إنه البصر العلوي، إنها المقادير، إنه القضاء. فإذا ما عقدت مقارنة بين يوسف وبين سيدنا محمد فماذا ترى؟ يوسف ولد فوجد اباه يحنو عليه ويفتح له ابواب قلبه ليتربع على عرش القلب. ومحمد يوم ولد لم يجد اباه، كان ابوه هناك تحت اطباق الثرى يتوسد الردم. كان ابوه هناك في المدينة، كان مدفونا بها. ومحمد يتلفت ذات اليمين وذات الشمال فلم يجد له ابا بين عينيه حتى لا يقول ابي
ربي ربي، وانما يقول ربي ربي. فتعالوا تعالوا لتضعوا اللمسات الاخيرة على يوسف ومحمد. يوسف بين ابويه، بل انه بين اب كان لا يطيق له فراقه، ومع ذلك ما اغنت حياة يعقوب عن يوسف شيئا، فاخذ من بين ذراعيه، انتزع انتزاعا واخذ اخذا ورمي في غيابة الجب، فما استطاع يعقوب ان يفعل شيئا او ان يرد المقادير شيئا. ومحمد اليتيم الذي ولد فلم يجد له ابا على قيد الحياة، هل استطاع احد ان ينتزعه من بين احضان امه؟ كلا، انه تربى بين احضانها وبين ذراعيها، ولما بلغ السادسة من عمره اخذته امه ليزور قبر ابيه عبد الله بالمدينة، وهو الغلام. واسمح لي يا سيدي يا رسول الله، اسمح لي ان اقف معك هذا الموقف، يزور قبر ابيه، وبينما هو في طريق العودة وعلى مقربة من المدينة نامت امه امنة تشكو مرضا الم بها، وكان السيد الجليل محمد ما زال في سن السادسة من عمره. ماذا يكون هذا المرض؟ انه مرض الموت، انها ساعة الوداع، ان هناك صحراء شاسعة، وهناك رمالا ممتدة وجبالا مشرعبة، جبالا مشرعبة الاعناق، وليس مع هذا الركب الا الله. ومحمد في سن السادسة وامه تنام وهي تحملق ببطنها في وجه اليتيم، هي لا تريد ان تموت حتى لا تفرق محمدا، هي لا تريد ان تموت حتى لا تفارق هذا الوليد، ولكن قضاء الله شاء لها ان تموت، وكانت اخر وصاياها لابنها انها قالت له يا محمد كن رجلا. فكان محمد سيد الرجال، كان رجلا في طفولته، وكان رجلا في صباه، وكان رجلا في شبابه، وكان رجلا في رجولته، وكان رجلا في شيخوخته، كان سيد الرجال. وحفر لها حفرة، ونامت ام النبي، نامت واهيل التراب على اعظم بطن انجب اعظم مخلوق. نامت امه ورجع هو ادراجه الى مكة مع جارية تسمى ام ايمن، وقال لها انت امي بعد امي، ورجع. فهل تركته المقادير؟ لا، لم تتركه المقادير، دع المقادير تجري في اعنتها، ولا تبيتن الا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. كن عن همومك معرضا، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تفليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، وربما المسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا.
وهكذا يعود محمد الى جده عبد المطلب، وهكذا يقول اخوته يوسف وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، فماذا قال يعقوب؟ ان قضاء الله لا يقابل بغير التسليم، وليس له عدة سوى الصبر الجميل. قال يعقوب بل سولت لكم انفسكم امرا. ان يوسف لم يمت ولم يقتل، ولكن اين هو؟ الله اعلم. فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. حالي صبر جميل، امري صبر جميل، والصبر الجميل هو الذي ليس فيه شكوى من الله. اسمع معي، اسمع معي الى الحديث القدسي عن رب العزة: اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه فاستقبل ذلك بصبر جميل، استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا. اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه فلم يشكني الى عواد، ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فاذا ابرأته ابرأته ولا ذنب له، واذا توفيته فالى رحمتي. فصبر جميل. نعم يا يعقوب، وانت عند الله في ديوان الصابرين، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ايها الاخوة الاعزاء، الان اودع نبي الله يعقوب في بيته، واودع يوسف عليه السلام في بئره، وبين البيت والبئر 17 كيلو مترا، ولكن يعقوب لا يدري اين يوسف، ويوسف لا يدري كيف حال يعقوب. ايها الاخوة الاعزاء، الميكروفون يعود من فلسطين، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البغي لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين السودان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى وآمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، ترتعد الاوصال وتتفكك الاعضاء عندما نسمع هذا الانذار من نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. الزنا، الزنا جريمة تخرب البيوت،
وتحتك الاعراض وتضيع الكرامات. ولقد كنا فيما مضى مع الطب وامراض الزنا، وعلمنا ان مرض السهر من الامراض الفتاكة. واليوم نتحدث عن المرض الثاني من امراض الزنا، وهو مرض السيلان. انني اقدم هذه الحقائق الطبية لكي اضع النقاط على حروفها وتكون الحجة بينة وواضحة. جاءني احد الشباب وقال: لقد هممت بالزنا مع بعض الرفاق، ولما جاء دوري لاعصي الله تذكرت الامراض التي تتكلم عنها فاقشعر بدني وتبت الى الله. امراض، المرض الثاني يسمى السيلان، مرض السيلان. ومرض السيلان اقدم من مرض الزهري، فقد ظهر الزهري سنة 1494 في مدينة دبلي في ايطاليا. اما السيلان فقد سبقه بالاف السنين، واذا ما نحن اجرينا احصائية على مرض السيلان الذي يسببه الزنا. رأينا ان الارقام تشير الى ما يلي: ظهر مرض السيلان في لندن بنسبة 60%، وفي برلين بنسبة 65%، وفي باريس بنسبة 75%، وفي نيويورك بنسبة 80%. فما خطر هذا المرض؟ انني ابدأ الكلام عن هذا المرض بالامراض والاخطار التي تصيب النساء بسبب الزنا، ثم بعد ذلك نتحدث في مرات ان شاء الله عن الامراض التي تصيب الرجال. وانما بدأت بامراض النساء لان الله تعالى قسم الزانية على الزاني، فقال: الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة. قسم الزانية في آية الزنا، وقسم السارق على السارقة في آية السرقة. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. أتدرون لماذا؟ لحكمة علوية. قدم الزانية على الزاني لأن الزانية أكبر في أن تغري الرجل فيقع في شباكها، هي التي تملك سلاح الإغراء، هي التي تملك سلاح الفتنة، هي التي تملك سلاح المراودة والخداع. ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. حديث النبي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كان المجال مجال شهوة جنسية قدم الله الزانية على الزاني، ولما كان المجال مجال كسب ومال والرجل هو الذي يكسب المال قسم السارقة على السارقة في آية السرقة. كتاب حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب جعل الاخباط تنسى دينهم، وحديث انسى اليهود الذهب. كتاب، كتاب كريم. قدم الزانية لان المجال مجال شهوة جنسية، وقدم السارق لان المقام مقام مال وكسب،
والرجال هم المنوط بهم الكسب والمال. ما هي الامراض التي يسببها السيلان للنساء الزانيات؟ اسمع، اما جرثومة هذا المرض فتسمى الجونوكس، جرثومة السحر تسمى اسبيروشيد فاليدا، جرثومة السيلان تسمى الجونوكس. اول ما تبتلى به المرأة بسبب الزنا ما يصيب مجرى الدم، يصيبه بماذا؟ الجنوكس. هذه الجرثومة اذا ما حلت بالمرأة التهب مجرى الدم. ومن خبث هذه الجرثومة انها تختفي في بقع نسيجية في غشاء مجرى الدم، فتكمن هناك في البقع النسيجية في الغشاء حيث يصبح المرض مزمنا. ثانيا، تزحف هذه الجرثومة على غدد ليفر فتصيبها بالتليف، فإذا ما تليفت ضاقت فتحة البول، فتشعر المرأة بالحاجة الماسة إلى التبول ولكن لا ينزل منها إلا نقاط، وسرعان ما يمتد التليف إلى مجرى البول كله. ثالثا، تزحف هذه الجرثومة على قناتي السين، وهما القناتان اللتان تفتحان على جانبي مجرى البول، فاذا ما زحفت على هاتين القناتين فانها تكمن هناك حيث يصطعص العلاج. اسألوا الطب واسألوا التاريخ واسألوا العلوم واسألوا الحقائق، من الذي علم محمدا هذه العلوم؟ انه الله. ان الاسلام لطيف، ان الاسلام عفيف، ان هناك من يجادلك في الزنا ويقول لماذا حرم الله الزنا، فتقول له لانه يأتي باولاد غير شرعيين فيلزم على ذلك اختلاط الانساب، فيقول لك ان هذه المشكلة قد حلتها حبوب منع الحمل، وتستطيع المرأة ان تمارس الزنا بحيث لا تحمل منه، رأينا اختلاط الانساب. فقل له يا هذا، قل له ان هناك سببا من اهم الاسباب وهو الاعتداء على الاعراض، والاعتداء على العرض اخطر من الاعتداء على الدماء نفسها. واسمع معي الى قول الحبيب المصطفى، جاء شاب والصحابة جالسون فقال أذني بالزنا يا رسول الله، فغضب الجالسون وطارت ثورتهم وجن جنونهم. شاب يريد ان يستخرج ترخيصا من رسول الله بممارسة الزنا، قال الرسول خلي بيني وبين، خلوا بيني وبين هذا الشاب، ادعوه دعوه. وتركه الصحابة وجلس في صيدلية الحبيب محمد المكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. جلس بين يدي البدر، البدر ليلة التمام،
جلس امام اعظم قلب اذاع برامج الاسلام على جميع الموجات السماوية الحاملة طويلها وقصيرها ومتوسطها، وساله النبي: ماذا تريد يا فتى؟ فقال: اريد ان تأذن لي بالسنة يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى بكل هدوء: افترضاه لامك؟ افترضاه لاختك؟ افترضاه لابنتك؟ افترضاه لعمتك؟ افترضاه لخالتك؟ قال الغلام: لا يا رسول الله. قال الحبيب: محمد فان الناس لا يرضونه لهؤلاء، فكيف ترضى لنفسك وكيف ترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك؟ وعندئذ هدأت ثورة الشاب وبردت شهوته وتحول من نار متأججة الى نور كاشف هادئ، فقال: ادعو الله لي يا رسول الله. فدعا له النبي ثلاث دعوات، كتب له روشتة مكونة من ثلاثة أدوية، كتب له دواء شرب، وكتب له بعض الحقن، وكتب له بعض الفيتامينات الإسلامية المقوية. قال النبي في الدعوات الثلاث: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه. قال الشاب: فخرجت من عند رسول الله وليس على وجه الارض احد احق الي من رسول الله. وتاب توبة نصوحة. فتعالوا لنرى حالنا، وهل يستقيم الظل والعود اعوج؟ لن يستقيم، لن يستقيم الظل والعود اعوج. وانني انادي من هذا المكان الطاهر من افخر مكان، اقول: لا يمكن ان تصلح الامة الا اذا صلح جهاز اعلامها. كلما جاءت ليلة الجمعة سهرت أجهزة الإعلام حتى الفجر. وبالأمس كلما استيقظ الإنسان ليلا سمع صيحات وضجيجة: هذا غناء وهذه سخرية، وإن هذا المخطط الرهيب لا يبني أمة في حال حرب مع العدو. وإنني أنادي من هذا المكان: لا بد من إعادة النظر في أجهزة الإعلام. ولقد سبق في العام الماضي أنني وجهت إلى وزير الإعلام وصية عندما قال في قاعة الأزهر: لا تأخذ الإسلام من أفواه الخطباء. ووصلني رد منه ولكنه لم يكن شافيا، وأنا أعيد الوصية وأقول: ليس في أي أمة أعلام يسهر حتى الصباح إلا نحن. المذياع أصبح لا يسمع، ليس فيه ما يستفاد منه، لأن المذياع أصبح وقفا على العنزليب، لا تسمع فيه إلا عنزليبا يقول لك بملء فيه: لو كنت أعلم أن الحب خطير جدا ما أحببت. ليس كما أحببت، ليس كما احببت، حتى لا تفسد علينا اخلاقنا وشبابنا. ليس في المفسدون الا امين الهويدي، امين الهنيدي، امين
الذي ملأ الشاشة تهريجا، وأنا أقول لوزير الإعلام أبشره بأنه ليس في مصر طفلة تتجاوز الخامسة من عمرها إلا وتجيد طن الرقص على جميع أشكاله. هنيئا لك يا وزير الإعلام. أطفالنا أمهات المستقبل، الطفلة التي لا تزيد على 5 سنوات تجيب أعظم رقصة. وادخل على طفلتك على حين غفلة وانظر إليها أمام المرآة وهي تخلو بنفسها. ادخل على طفلتك يا مسلم، كل مسلم، البيوت في خطر، الاخلاق في خطر، واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعاويلا. وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابة. يا وزير الاعلام اتق الله، انت المسؤول امام الله عن افساد اخلاق بلادنا واولادنا. اتق الله، استقم او استقم، اعتذر او اعتذر. انني اخاطب فيك الرجل الذي كان عضوا في جماعة كان هتافها الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا، فاين ذهبت هذه المبادئ؟ اللهم حل بيننا وبين المناصب كما حلت بين المشرق والمغرب. وناشد فيك ان تتدارك الامر، فالامر خطير، اولادنا اصبحوا في غاية الطرح من جهة تحصيل العلوم، ومن حيث الغناء في غاية القوة، يحفظون الغناء ويحفظون المسرحيات. ان الصين الشعبية وهي يبلغ عددها 1/3 سكان العالم لما ارادت ان تبني نفسها حتى اصبحت صاحبة كرسي دائم في مجلس لا امن، اخذت تفرض تعاليم على شعبها. اصبح الشعب الصيني ينام من 9 مساء ويقوم في 6 صباحا. هذه تعاليم الإسلام. كان النبي يكره السمر بعد العشاء، كان النبي يقول بارك الله لأمتي في بكورها، فكيف يستطيع شعب يسهر حتى قبيل الفجر؟ كيف يستطيع أن يلبي المؤذن وهو يقول الصلاة خير من النوم؟ انه سيرد على المؤذن قائلا ارح نفسك، فقد جربنا فوجدنا النوم خيرا من الصلاة. الفلاح الذي كان يسابق الطيور في البكور ويسرع الى حقله قبل ان تبرز الغزالة من خدرها، اصبح الفلاح الان بفضل المفسدون يسهر حتى قبل الفجر بقليل، ويقوم في 8 بعد الظهر ويتوجه الى حقله فيجد دودة الخبز قد سبقته الى رفقها لتأكل الاخضر واليابس. هل هذا اعلام يرضي الله؟ اتق الله يا وزير الاعلام، انني اقولها لك خالصة لله
باسم أبنائنا وباسم شبابنا وباسم بناتنا البيوت تحولت إلى دور السينما. للأسف يجلس أبو مع بنات وعلى الشاشة شاب يقبل فتاة، استغفر الله، يقبلها لا يمصها مصا، يأكلها أكلا، يأكلها أكلا. والشيوعيون يهتمون بديننا وبنبينا، حتى قال أحد الشيوعيين في إحدى نكته: هناك حديث عن محمد يقول المرء في ظل صدقته يوم القيامة، هل إذا تصدقت بجزمة أكون في ظل جزمتي يوم القيامة؟ الإسلام في خطر. الإسلام هو الخلق. الشيوعيون الذين أسيل منهم الحقد الأحمر يعزون بربنا وبكتابه وبنبيه، هل معنى في ظل صدقته؟ أفهمت من الظل يا غبي يا سيد الأغبياء؟ أفهمت من الظل الذي يقابل الشمس؟ لا، إن الظل هنا معناه الوقاية من نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة. فمعنى في ظل صدقته أي في رحمة من الله وفضل. الإسلام يناديكم ويناشدكم أن تربوا الشباب، ثم بعد ذلك يلقى باللائمة على أئمة المساجد. أئمة المساجد الذين لا يملك أحدهم أن يكتب في جريدة كلمة، الإذاعة فيها العنتريت، والتلفزيون أمين الهنافي، والصحف قصة أيام. أين التربية؟ أين التربية؟ وأين الإصلاح؟ صحف تقاسمتها الشرق والغرب، صحف تكتب لحساب موسكو، واخرى تكتب لحساب لندن او واشنطن، والشرق والغرب متفقان على ثلاثة مبادئ. الشرق والغرب من قديم الزمان متفقون على ثلاثة مبادئ: المبدأ الاول القضاء على الاسلام. اعلموا هذا الكلام جيدا، اعلموه: المبدأ الاول القضاء على الاسلام. لقد وقف المستر جلادستون رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم وفي اواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وقف يقول لأعضاء مجلس العموم: لن نستطيع القضاء على الإسلام إلا إذا قضينا على ثلاثة أشياء: جبل عرفات، وصلاة الجمعة، وهذا الكتاب. وأمسك بالمصحف وهذا الكتاب. فقام أحد الأعضاء المتحمسين وخطف المصحف من يد رئيس الوزراء ومزقه قطعا قطعا، فقال له رئيس الوزراء: ما اردت تمزيقه هكذا يا احمق، انما اردت تمزيقه من صدور المسلمين، من صدور المسلمين. الهدف الاول القضاء على الاسلام. الهدف الثاني تمزيق الصف العربي والاسلامي. هذا يسار مغامر وهذا يمين رجعي. تمزيق الصف، ودين ظهر جديدا في ليبيا ولبنان، دين جديد اسمه الناصرية.
وكتاب جديد اسمه الميثاق، دين جديد اسمه الناصرية في لبنان وفي ليبيا، وطول الليل تذاع خطب المعلم وامين القومية. هذا امين وذاك معلم والاسلام ضائع بينهما. دين جديد ما انزل الله به من سلطان. اللهم اني اشهدك انني لا يساري ولا يمين رجعي ولا نصري، انني اسلمت وجهي لله رب العالمين ونحن له مسلمون. القضاء على الاسلام تمزيق الصف العربي والاسلامي، تثبيت مركز اسرائيل. والمسلمون عن هذا غافلون في غفلة معرضون. اصلحوا ذات بينكم واصطلحوا مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في عليائك وكبريائك، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. احل كلمة الحق والدين، فرج كروبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، تولى امرنا، بلغنا مما يرضيك اعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. سادتي واخواني، ان الله تعالى امرني واياكم بالصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. يقولون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العابرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. زكريا، نبي الله زكريا الذي شقه اليهود نصفين بالمنشار، نبي الله زكريا شق اليهود جسمه نصفين بالمنشار، ونبي الله يحيى قطع رأسه وأهدي على طبق من ذهب إلى امرأة ثانية. أنا عايزك تسمعني الصلاة على النبي، وعايزك توحد الله تقول لا إله إلا الله. يا زكريا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. ما انجبش، معهوش أولاد، وعايز ولد، عايز ليه؟ قال يا ربي أرثني وأرث من آل يعقوب. يورث ايه؟ ده النبي محمد بيقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. الأنبياء لا يورثون، يعني النبي لما يموت ويترك شيء من المال فإنه صدقة لا ميراث. عايز يورث ايه؟ عايز يورث الكتاب، يورث العلم، يورث التوجيه، يورث الارشاد. ولذلك ربنا قال له يا يحيى خذ ايه؟ خذ العمارة، خذ العزة، خذ العربية، خذ كفر الجمال بالبرتقال. لا، قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كتاب بعزم وتصميم. واتيناه الحكم صبيا. سيدنا زكريا عايز ولد، يعمل ايه؟ يعمل ايه سيدنا زكريا؟ كانوا قدمت الاستاذ ان واحد ما بيخلفش، فقالوا له عشان تخلف لابد واحد يحبك، يعني يصرفك، يعني يعمل لك صدمه. فعشان ينصدم راح لواحد صاحبه سواه ونش، الونش اللي بيرفع الاثقال. قال له انا عايزك تربطني في الونش وتنخلعني في الهواء عشان انطرب واخلف. فربطه في الونش، وعبال ما صرخه مرتين كنخينا نزل في المصرف ولم يحصل له على جسد، ولا تزال الابحاث جاريه عن جسده حتى الان. شوف الجهل، شوف الغفله اللي مسكت المسلمين. حاجة غريبة اوي، مش حد راضي ابدا باللي ربنا قسمه له. اللي معاه صبيان يقول له نفس البنت يا رب عشان تخدمني لما اكبر. اللي معهوش يقول نفسي في ولد. اللي معاه بنات بس يقول نفسي في ولد يا رب.
وبعدين مفيش حتى راضي اللي ربنا اداهوله ابدا. صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به فجر ورب المال في سعب وفي سعب من افتقر فهل حاروا مع الاقدار ام هم حيروا القدر. صل على الحبيب. ولذلك شوف القسمة اللي ربنا قسمها، قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. لله ملك السماوات والارض. وبعدين الواحد لما بيتجوز ويخلي البنات ينظر لامراته على انها قد جمت جناية كبرى. ليه البنات ماله؟ والنبي يقول يوم تولد الانثى ينادي مناد من قبل الله ضعيفة خلقت من ضعيفة العائل عليك معان الى يوم القيامة. يوم البنت ما بتولد بيبقى في حال الطوارئ في السماء، بيبقى في مناداة في السماء. تزعل ليه؟ تزعل ليه؟ الواحد يبقى واقف قدام غرفة الولادة في بيته منتظر النتيجة، إذا قالت له الحكيمة هتسمي المولود إيه؟ يبقى هينهوس مولود. يا سلام يا أنت كريم يا رب، راح أقدم شكر لله، وراك حسين مش عارف هو يسجل إيه؟ قال إيه اللي حصل؟ ولما تبقى بنت ياخد بعضه يقف في المطبخ حاطط إيده على كفه، مالك يا أخينا؟ يقول دايما ربنا فاكرني بالبلاوي، هو إيه بس اللي عملته؟ فاكر انت احسن من سيدنا النبي. النبي محمد رزق السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة ام كلثوم والسيدة فاطمة، ولما بشروا بفاطمة قالوا انها انثى. انت عارف النبي يعني قال لي هي امها عدرحان عدرحان بشمه. ولذلك واحد كان اسمه ابو حمزة تزوج بامرأة فانجب منها بنات وتزوج باخرى فانجب منها ذكورا فهجر ام البنات. وذات يوم مر على ام البنات فقالت له ما لابي حمزة لا ياتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان الا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا فنحن كالارض لزارعينا ننبت ما قد يوضع فينا. يا ذنبها ايه؟ تؤدي محكمة الجنايات ليه؟ تحطها قصص للسهام ايه؟ ده ربنا بيقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه من هذا المني الزوجين الذكر والأنثى. يا المرأة جنبها ايه؟ المرأة بتفرز بويضة كل شهر وانت الماء بتاعك فيه الذكور وفيه الانوثة، فما ذنبها؟ انها كالارض تنبت النبات التي يوضع فيها. ولذلك شوف الحبيب النبي محمد بيقول مرة لاصحابه ما ابتلي باربع من البنات كن له عونا يوم القيامة. اربع بنات، اللي يرزق اربع بنات يكن عونا له يوم القيامة، يعني يبقى لهم شفاعة مع ابوه.
يعني لابهم مر ناحية جهنم يتعلقن بثيابه ويقولن يا ربنا هذا ابونا ربانا واحسن تربيتنا فلا تحرمنا منه يوم القيامة وربنا يقبل شفاعتهم فيه. اربع بنات. قام واحد من الصحابة قال له وان كنا ثلاثة يا رسول الله. النبي قال وان كنا ثلاثة. صحابي ثاني قال وان كانت اثنتين. النبي قال وان كانت اثنتين. واحد طور في نفسه من اجل واحد. قال له وان كانت واحدة. النبي قال من رزق بانثى واحسن تربيتها كانت له حجابا من النار يوم القيامة. بس تشوف بعد ما سمعنا الصلاة الحبيب واحسن تربيتها احسن تربيتها خصوصا في الايام دي الايام اللي بيطلع من هنيدة مسرحية حلمك يا شيخ علام لا بالشيخ لا بالشيخ والمهم يعني ان اللي مالف المسرحية بيقول يا شيخ علام ما يقدرش يقول حلمك يا ابونا بطرس يحترموا الناس دول قوي انما يهزقوا مشايخ الاسلام قوي هزقوهم قوي مالهمش قيمة والاخر يقول للناس الائمة ما بيعملش طب ما انت هزقتني في المسرحية وطلعتني لابس حمة بيضة وجبة وعمال اقول كلام فارغ يبقى ابني وابنك ياخد مني القدوة ازاي ده لو شفتي ماشي يقول الشيخ علام ماشي ما هو كل عند الناس كل الناس بقت عنده علام شوف بقى لما علام افندي او الشيخ علام يطلع لابس علمة بيضة وجبة وعامل شيخ وبعدين يقول لهم مراتي سوسو سوسو مراته اسمها سوسو قاموا بيقولها اسمها سوسو ولا ده اسم الدلع يقوم يقول لهم لا ده هي اسمها سوسو واسم الدلع نفيسة 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 الاسم الكريم الاسم الشريف نفيسة اللي ختمت القرآن 3000 مرة نفيسة اللي قعدت في القبر بتاعها قرأت القرآن في المكان اللي هتدفن فيه 145 مرة ما نفيسة بس نفيسة اسم ترياق والله انت ما تستجرش تقول اسمها تريزر ما تستجرش لان احنا عارفينكوا كويس الاسلام اصبح هو الحيطة اللي بتفض عليها الزيادة دلوقتي تعالي الاسلام بيقول مال المنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني نفيسة نفيسة اللي عندما حضرتها الوفاة كانت صائمة في رمضان وجاءها الطبيب وقال لها افطري يا سفينة العلم افطري فقالت ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي ثم قالت لقد كنت ادعو الله دائما ان يقبضني اليه وانا صائمة خلاص يبقى الدكتور اتفضل بدون ادب وهي تخليها مع الحبيب الاعلى واخذت تقرأ من سورة الانعام حتى اذا ما وصلت الى قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون فاضت روحها الى خالقها الى دار السلام الى دار السلام يوم يجي السيد هنيدي يقول اسمها نفيسة واسم الدلع نفيسة وهي اسمها سوسو والناس تسمع هذا الكلام في البيوت وطول الليل نكت وتهريج وليلة الجمعة الليلة اللي النبي يكثر من الصلاة علي فيها فإنني أسمع صلاتكم بنفسي ليلة الجمعة ويوم الجمعة بيبقى فيه تليفون مباشر بينك وبين حضرة النبي
تصلي عليه اسمع كناب يوم الجمعة وليلة الجمعة لهم نقضيه في غفلة وفي رفرة. كل بيت اصبح في سيمة النهاردة في سيمة وعفود عبده عفود واصل صورة وكلام فارغ وغناء ورق لغاية الاخلاق ما تعبت تعبت. النهاردة لو ولد وبنتي قاعدين مع بعض بيعيدوا ذكريات الماضي خلاص ما تقابل ايه؟ اذا كان في واحد بيعلمها كيف تكتب خطاب الغراب ما تسمعش الصلاة على الحبيب النبي محمد اللهم صل عليه. ولذلك النبي لما سئل عن رسالته قال كلمة واحدة قال ايه النبي؟ قال انما بعثت ليه؟ لأتمم مكارم الأخلاق الأخلاق. والله لما مدح نبيه ومصطفاه قال له وإنك لعلى خلق عظيم خلق. سيدة عائشة لما سئلت عن هذه الآية قالت كان خلقه القرآن قالوا فأي شيء في القرآن؟ قالت خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. لما الامين جبريل نزل بالاية دي على سيدنا المصطفى قام النبي ساله عنها معناها ايه يا جبريل؟ جبريل قال له لا ادري حتى اسال رب العزة. وحد الله اخويا ولا اله الا الله لا اله الا الله لا ادري حتى اسال رب العزة. فلما سار رب العزة قال له ان تصل من كفرك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فلما يجي النبي يقول اللي يرزق بانثى ويربيها تربية اسلامية صحيحة تبقى حجاب له من النار يوم القيامة. ليه؟ لانها في المستقبل ستصير اما لاولاد. ودائما البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. انا عايز اسمع منك توحيد الله. سيدنا انس ابن عامر الاصبحي كان رجلا صالحا لما دخل بزوجته ليلة الزفاف لم يكن رآها قبل ذلك ما كانش شافها قبل كده الا ليلة الدخلة بس ليلة الدخلة بس ما كانش بيه لسه بقى دبلة الخطوبة والهباب اللي الناس ماشية فيه والبهدلة اللي الناس ماشية فيها. لا ما شافهاش غير ليلة الدخلة. وبعدين لما نظر اليها لم يجدها جميلة الوجه كان عايزها طويلة وبيضة وبتاع. فجلس حزينا خد كورنر في الاوضة كده وقعد زعلان حاطط ايده على كفه صور الطلب اللي كان عايزه. فلما رأته حزينا قالت له يا انس لا تحزن فإن الخير قد يكون كامنا في الشر. الشيء اللي انت زعلان منه ما تعرفش هيجيب منه ايه. الكلمة دي تمكنت من قلب الرجل فحمد الله وشكر الله وعاش معها فانجبت منه الامام مالك بن انس اللي هو قال عنه لا يفتى ومالك في المدينة. جابت منه مالك لان البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. نكدا يعني لا خير فيه. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى يعني غلام اللي سماه مين؟ ربنا ربنا اللي سماه وسماه ايه؟ يحيى. عشان يبقى في معنى الحياة
يبقى غلام ببشرى في معنى الحياة، واسم من الاسماء الممتازة، لان الذي سماه هو خالقه. لم نجعل له من قبل سمية، لم نسمي احدا بهذا الاسم قبل ابنك يا زكريا. سيدنا زكريا بيقول له انا يكون لي غلام، كيف وانا راجل بلغت من الكبر عتية وامراتي اصبحت عاقر، هنرجع لعهد الشباب تاني ولا حترزقنا الولد ونحن على ما نحن عليه من الكبر؟ فقال الله له كذلك، وانت زي ما انت هتخلف، هتخلف وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يعني هو انت كنت قبل كده ايه؟ مفيش حاجة. قبل 80 سنة كنت يا زكريا لا شيء، فمن الذي خلقك وسواك وعلى موائد كرمه رباك؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، واتيناه الحكم صبيا. اسأل الله ان يربي اولادنا وان يصلح حالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا رب اغننا بالعلم وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. واشهد ان لا اله الا الله. اذا وقف العباد في ساحة العرض على الله تعالى قال الله اين اهل الفضل، فيقومون وهم قليل، فيقول لهم مولانا تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بغير حساب. فتسألهم الخلائق ماذا كنتم تعملون في الدنيا، فيقولون كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسيء الينا حلمنا. فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم اجر العاملين. يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كفرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد اتيتك بالتوحيد، وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان يساوي الجراح الدامية ويداويها بتمثل الروحانيات الصافية. مر على عمار وابيه وامه وهم يقوون بالحديد المحمي في سبيل لا اله الا الله، فقال لهم صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، القول فيك معطر الكلمات. يا صاحب الاخلاق، يا صاحب الاخلاق والايات، يوم اتى بك للوجود فانه تاج الزمان وغرة السنوات. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع الصابرين اقضي هذه اللحظات وبشر الصابرين، مع الصابرين
اطوف في حدائق القرآن، ومع الدرس الخامس والثلاثين والمئة اقف بين قول يعقوب فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، وبين قول ابنه يوسف في نهاية الرحلة انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، مع صبر يعقوب ومع صبر يوسف وبين الصبرين اجد صبر النبي محمد. اسمحوا لي ان اتحدث عن الصبر، فكلما تحدثت عن الصبر وجدت فيه سلوانا لنفسي، لانني من اهل البلاء، واهل البلاء اذا تحدثوا عن الصبر تحدثوا عنه بلسان المعرفة، لان الصبر لا تشرحه العبارة ولا تفسره الكلمات، الصبر درس عملي، ولكي نحدد مفهومه فان الصبر هو الرضا بما قضى، الرضا بما قضى السيد الاعلى، الرضا بما قضى الله، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. يقول الامام احمد بن حنبل رضوان الله عليه: ورد الصبر وما في معناه في 90 موضعا من القرآن العظيم، والقرآن العظيم عندما يحدثنا عن ثواب الصالحات فإنه يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وعندما يحدثنا عن الصبر يقول: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بغير حساب. ان يعقوب عليه السلام رضي بما قضى الله، لم يجد يوسف بين اخوته عند العودة، ووجد القميص لم يؤثر فيه ذئب ولا سبع، فعلم انها حيلة وخدعة، فماذا يفعل المؤمن اذا حل القضاء بساحته؟ ان قضاء الله لا يقابل الا بعرضه. قال: فصبر جميل. ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاقها وصبر عليها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما أعظم لقاء قضاء الله بالصبر الجميل. إن عبدا من عباد الله مر برجل مبتلى فقد العينين وشلت أطرافه وهو يذكر الله فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق، وصلى الله على سيدنا محمد: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد. فعجب السامع وقال للمبتلى: من اي شيء عافاك؟
يا فاقد نعمة البصر، يا أشل الأطراف، من أي شيء عافاك؟ فقال له المبتلى: وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا الأمثلة بالتحمل وباستقبال قضاء الله بالصبر الجميل. إن التابعي عروة ابن الزبير ابن أسماء ابن أسماء بنت أبي قبس ابن أسماء ذات النفوقين عروة ابتلي بسرطان في ساق وقال الأطباء: لا بد من بتر الساق يا عروة. وسلم عروة الأمر لصاحب الأمر، وهل سواه أمر؟ وهل سواه حب؟ وهل سواه ملك؟ وهل سواه سلطان؟ دع الأقدار تفعل ما تشاء، وخذ نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. إن عروة سلم الأمر لله، وجيء به إلى غرفة العمليات الجراحية ليفطر الساق، لتفطر ساقه عن فخذها. وقال الأطباء: أروح تناول مخدرا لكي لا تشعر بأثر الجراح. فقال أروح بلسان يقين ومنطق الحق المبين: معاذ الله أن أتناول شيئا يغيب عقلي عن التفكير في عظمة الله. جبال الصبر، عمالقة الرضا، جهابذة اليقين، أساتذة الأخلاق، أساطين الصدق. يا عروة، يا عروة ابن الزبير، تناول شيئا يغيب عقلك حتى لا تشعر بألم الجراح. يقول عروة: معاذ الله ان اتناول شيئا يغيب عقلي عن التفكير في ذكر الله، في عظمة الله، في وحدانية الله. فكيف تقطر الساق يا عروة؟ قال عروة: اذا انا دخلت الصلاة وكبرت تكبيرة الاحرام وجلست لقراءة التشهد فاقطع ساقي، فانني عندئذ لا افكر في الدنيا، وانما اكون في سبحات مع الله العلي العظيم. الصلاة كهف المؤمن. الصلاة
اذا دخلت في الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي ثم اتم ركوعها وسجودها فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي الصلاة التي تركناها وصرفنا فيها حتى جاء اليوم الذي مرى فيه رجالا لا يدخلون المساجد الا فردا واحدا في كل 35 فريضة في الاسبوع يصلون فريضة الجمعة ورأينا رجالا لا يدخلون المساجد كل سنة الا مرة في الجمعة اليتيمة في اخر رمضان ورأينا رجالا لا يدخلون المساجد الا وهم محمولون على اعناق الرجال ليصلى عليهم صلاة الجنازة ولو انه كان يملك من الامر شيئا لقال لا تدخلون المسجد ولا تصلوا علي فيه لان المعركة الان والحرب الان شحوا دروس تشكك الناس في دخول المساجد وتهدد الناس في دخول المساجد وترهب الناس من دخول المساجد تعالوا الى جبال الصب تعالوا الى عمالقة الاسلام العظام واجلس عروة واقرأ التشهد وتفطر ساق تفطر ساق وهو اقرأ التشهد ويسلم التسليم كيف ويحمل الى بيت والدماء تسيل فماذا حدث لو ان امر عروة اقتصر على هذا لكان كافيا ولكن ماذا حدث كان لعروة ابن الزبير ولدان اثنان وبينما هو مع عواده الذين يزورونه وساقه امامه الساق امامه واذا به ينادي على ابنه الاكبر فلا يرد ابنه عليه النداء فيقول عروة انا لله وانا اليه راجعون اسألوا لماذا لم يرد علي انها اول مرة انادي عليه ولم يرد علي وذهب الجالسون ليبحثوا عن ابنه واذا به قد سقط من فوق السطح فمات على الفور كبرى ولديه اكبر ولديه اكبر ولديه مات والساق امامه والدم بين الفخذ والساق فماذا يقول الناس ايخبر له بموت كبير ولديه ام ماذا يقولون ان الرجل به من الهم ما لو صبت على النهار لصار ليلا ان بالرجل من الهموم ما لو نزل على جبل لخر الجبل حتى ان بالرجل من الهموم ما تصيب من هوله الولدان وتقشعر منه الابدان ولكن هل الموت يخفى هل الموت تضرب فوقه او حوله الاسوار لا ان الموت لا يخفى
ان الموت لا يبارى، ودخلوا عليه وقالوا له عظم الله اجرك في ولدك الاكبر يا عروه. فماذا قال؟ والله ما شق جيبا ولا لطم خدا ولا دعا بدعوى الجاهليه. اذا فماذا قال عروه؟ اسمعوا اسمعوا هذه الكلمات التي يجب ان تكتب بحروف من ذهب على صفحات من نور. معه لقد امسك بفخذه، امسك بالساق المغطاه، وقال يا رب لقد وهبت لي ساقين اخذت احداهما وابقيت الاخرى، فلك الحمد على ما اخذت ولك الشكر على ما ابقيت. ووهبت لي ولدين اخذت اكبرهما وابقيت الاخر، فلك الحمد على ما اخذت ولك الشكر على ما ابقيت. ثم امسك بالساق بعدما فصلها ليفصلها وقال الحمد لله انني ما سرت بك الى مكان يغضب الله العلي العظيم. من الذي ربى هؤلاء؟ من الذي علم هؤلاء؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ. لم يتربوا في منظمات الشباب، لم يعاقروا بنت الحال، لم يشربوا الخمر، لم يعسكروا على شواطئ البحار حيث الثيقان العارية، لم يجلسوا على الموائد الخضراء في الليالي الحمراء، لم يخالطوا السادحات الفاتنات، لم يتربوا في منظمات سياسية عقيمة لا تسمن من شبع ولا تغني من جوع. اين تربى هؤلاء؟ تربوا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال والرجال قليل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. اين تربوا واين تعلموا؟ لم يذهبوا في عطلة الصيف ليغسلوا الاطباق في مطابخ فرنسا لانهم في ضياع. لم يذهبوا الى دول الشرق ليتلقوا دروس الالحاد في معاهد موسكو، لم يذهبوا الى هناك، لم يطافئوا الراس امام قبر عدو الله لينين، انما خضعوا بجبينهم لرافع السماء بلا عمل، ما خضعوا لشرق ولا غرب، ما ذهبوا ليعلنوا قرارات السجون من امام قبر لينين، لانهم كانوا اقوى من الوجود نفسه، لانهم استمسكوا بصاحب العزة وصاحب العظمة وصاحب الجلال الذي قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ان هؤلاء الرجال
عندما تحدث عنهم أشعر كأني نملة تطوف حول جبل، أشعر بنفسي أتضاءل وكأني أنظر من وحدة سحيقة وأطل بناظري إلى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ضواها. إيه يا عروة، إيه يا عروة ابن الزبير، ماذا قلت للساق المبطارة؟ أعد على أسماعنا هذه الجملة فإن لها رنينا، فإن لها رنينا طالما اهتزت له أعواد المنابر. إنني لو أوتيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة ومنحت قدرة التصوير على التعبير وأوتيت ريشة من الجنة ما استطعت أن أصور هذه العبارة التي قالها عروة للساق المبصورة. ماذا قال؟ لقد أمسك بساقه التي فصلت عن جسمه وقال الحمد لله، الحمد لله أنني ما مشيت بك إلى مكان يغضب الله. لم يمشي بها إلى حانة خمر، لم يمشي بها إلى شقة مفروشة ليعلن منها الحرب على الله، لم يمشي منها إلى مائدة ميسر ليجاهر الله بالمعصية، لم يمشي منها إلى مكان تعتق فيه دماء الأعراف، إنما مشى بها إلى طاعة مولاه، إلى طاعة الله. ومن عروة انتقلوا لارتقط هذه الصورة السريعة للإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يركب دابته ذات يوم، فيأتيه آت ويقول له عظم الله أجرك يا ابن عباس، لقد مات ولدك. فماذا فعل ابن عباس؟ نزل عن دابته وصلى لله ركعتين، وبعدما فرغ من الصلاة قال له الرجل عجبت لك يا عبد الله، اخبرك بموت ولدك فتستقبل الخبر بالصلاة؟ ما هذا؟ انه برد السكينة اذا نزل على القلوب، اذا نزل برد السكينة على القلوب يكاد يجعل المستحيل ممكنا، ويجعل من الملح الاجاج علبا فراتا سلسبيلا، ويجعل من الليمونة الملحة شرابا حلوا المذاق. يخبر بموت ولده فيستقبل الخبر بالصلاة، ويعجب له من اخبره فيقول له ابن عباس يا هذا أو ما قرأت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أيها الإخوة الأعزاء، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، ابتلى المرء على قدر دينه. ويقول احد الصالحين ان الصبر على ثلاثة اقسام، صبر له 300 درجة، وصبر له 600 درجة، وصبر له 900 درجة.
اما الصفر الذي له 300 درجة فصفرك على طاعة الله، على اقام الصلاة، على كلمة طيبة، على صلة الارحام. وصفر له 600 درجة وهو صفرك عن معصية الله. ترى الناس يشربون وانت لا تشرب، ترى الناس يلعبون الميسرة وانت لا تلعب، ترى الناس يذهبون لمشاهدة الافلام الساقطة وانت لا تبحث. صفرك عن هذه المعاصي له 600 درجة وصفر له 900 درجة وهو الصفر عند الصدمة الاولى، عندما يصاب الانسان ببلاء في جسده او بلاء في ماله او بلاء في ولده ويقول انا لله وانا اليه راجعون، له 600 درجة عند الله رب العالمين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تزين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطوء وخير الخطائين التوابون. لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ما زال حديثي مع سيادتكم عن امراض الزنا، ولله حكمة، ولله حكمة بالغة. عندما ترى القرآن الكريم ينهى عن الزنا لا يقول ولا تزنوا، إنما يقول ولا تقربوا الزنا. والفرق بين العبارتين يحتاج إلى أعمال فكر وتدقيق نظر. اذا قال الله ولا تزنوا، كان المحرم على الانسان هو الزنا وحده، ولكنه عندما يقول ولا تقربوا الزنا فان كل ما يؤدي الى الزنا فهو حرام ولو لم يكن هناك زنا. فخلوتك بالمرأة الأجنبية قرب للزنا فهي حرام، وتقبيلك للمرأة الأجنبية قرب للزنا فهو حرام، ولمس بدنك ببدن امرأة أجنبية قرب فهو حرام. لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، بحديدة في رأسه، خير له من ان تمس يده يد امرأة لا تحل له. كأنك اذا وضعت يدك في يد امرأة ليست من ذوات المحارم، امرأة اجنبية، اذا صافحتها ووضعت يدك في يدها
عند السلام هذا حرام. وانا اعلم ان هذا الخبر سيثير الدهشة، لان الناس اعتادوا اذا سلموا على النساء ان يصافحوهن ويضعوا ايديهم في ايديهن، وملامسة يد المرأة كملامسة جسدها تماما بتمام. فمصافحة الرجل للمرأة باليدين حرام. اسمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما وضع يده في يد امرأة الا ان تكون ذات محرم. اما اذا كانت اجنبية فحرام ان تضع يدك في يدها مصافحة، لان يد المرأة قطعة من جسدها. فلو جازت المصافحة لجاز ان تضع يدك على اي جزء في بدنها. ولعلك تسأل وتقول: فماذا اصنع اذا مدت يدها الي؟ اقول لك: علمها حكم الله وقل لها ان الاسلام نهانا عن ذلك. فربما تقول لك: اليس في هذا احراج؟ اقول لك كما قال احد العارفين لله: فليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كفرضى والانام رضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الوقت فالكل حين، وكل الذي فوق التراب تراب. علموا الناس احكام الله. ان الله تعالى لما نهى عن الزنا قال: ولا تقربوا، لينهى عن مقدمات الزنا من الخلوة والقبلة واللمس. وبلغ من احترام الاسلام لذلك انه نهى النساء ان يتصنعن في الكلام، فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ان جرثومة السيلان، وهي التي تسمى جونو كتس، اذا زحفت على المسامة فماذا تفعل في المسامة؟ ماذا تفعل هذه الجرثومة الخبيثة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة؟ تعطل الجهاز البولي وتحدث آلاما خطيرة، وتتسبب في انزال مقط من الدم. مرض السيلان. فماذا يحدث لو انها زحفت على غدد تسمى البارفولين؟ غدد في الجهاز تسمى البارفولين. ماذا يحدث لو ان الجونوكتس زحفت عليها؟ جرثومة السيلان الذي يسببه الزنا اذا زحفت على غدد البارفولين، التهبت الغدد وتقيحت وسدت قناتها، وفرعان ما تكون خراجا يكون ناصورة، ثم بعد ذلك تحدث مضاعفات سيلانية تسمى المهبل السيلاني. من الذي علم محمدا ان الزنا خطير وان الزنا شنيع وان الزنا فتاك؟ ان الذي علمه هو الذي قال له: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.
وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. لقد بلغ من يقظه الضمير ايام ان كان فجر الاسلام غازغا، بلغ من يقظه الضمير ان رجلا يسمى ماعز بن مالك جاء الى السيد الجليل محمد وقال له: يا رسول الله، زنيت فطهرني من الزنا. ان الرجل متزوج وانه يعلم ان حتى الزنا للمتزوج رجم بالحجارة حتى يموت. والرجل جاء بنفسه وجاء يسعى على قدميه ليقدم نفسه للموت طايعا مختارا، فلان يقابل الله طاهرا خير له من ان يغش نفسه. انه مجتمع الضمير اليقظ، مجتمع الضمير الحي، مجتمع الضمير المتنفس، مجتمع تربى على قول النبي: اعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يا رسول الله، طهرني من الزنا. ويعجب النبي وتشتد دهشته ويقول لمن حوله: ابي صاحبكم جنون؟ اهو مجنون؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: شموا فمه، ربما يكون سكران، فشموا فمه فلم يجدوا به سكرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك قبلت او فخذت او لمست. قال: بل زنيت. قال له النبي: لعلك قبلت او لمست. قال: بل زنيت. قال له النبي: لعلك قبلت او لمست. قال الرجل: بل زنيت. النبي قالها 4 مرات، والرجل اقر على نفسه بالزنا 4 مرات، فالاقرارات 4 تقوم مقام الشهود 4. فقال النبي: خذوا صاحبكم فارجموه. والرجل يعلم ان الرجم ليست رحلة خلوية في ليلة صيف مقمرة، انه الموت، ولكن ليلقى الله وهو طاهر. ورجم الرجل. وفي الصباح في اليوم التالي سأل النبي عنه، فقال النبي: لقد رأيته يسبح في أرض رياض الجنة. إنها التوبة النصوح، إنه المجتمع السليم، المجتمع النصيف. رجل يقدم على الموت كأنه قادم على ليلة زفاف على عروس بكر، يقدم على الموت بقدميه ليلقى رافع السماء بلا عمد. وكان يستطيع ان يرخي على نفسه الستار، ولكن الضمير اليقظ لا يرضى باسداد الستار، وهو يعلم ان هناك الواحد القهار. يا معاشر السادة، هذا مجتمع عرف الله فاحبه الله، فماذا عنا؟ ماذا عنا؟ والله الذي لا اله غيره، لقد وددت لو ان الارض انشقت فدلعتني عندما دخل علي احد الرجال الصالحين
في هذا الاسبوع، وجلس بجانبي وهو مصاب بالجلطة، لسانه ثقيل وبكاؤه كثير. وسألت الرجل: ما يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ ان الذي يبكيه واصابه بالجلطة يكاد يطفي العيون والقلوب. ان الذي يبكيه وهو الذي حج بيت الله 10 مرات ان له فتاة، ان له بنتا، بنته تريد الزواج بشاب نصراني لا يدين بالاسلام. الرجل مصاب بالجلطة والدموع غزيرة وكثيرة، والفتاة مصممة على الزواج بشاب لا يدين بالاسلام. تظاهر بانه اخرج شهادة اشهاد، وليست هذه اول حالة اقابلها من هذا النوع، بل لقد سبقتها حالات وحالات. صورة من صور التبشير الحديثة، فتاة تربت في بيت اسلامي. ماذا اقول؟ اقول قاتل الله التعليم للفتيات، وقد تعرفت عليه بسبب الجامعة وبواسطة الجامعة. ماذا اقول؟ اقول قاتل الله الاختلاط. ماذا اقول؟ اقول قاتل الله خروج النساء من البيوت. انني اقول هذا الدرس لاحيطكم علما بان من ابتلي بالبنات فعليه ان يكون دقيق النظر. كان احد الصالحين يقول: لولا بناتي وسيئاتي لصرت فورا الى مماتي. هو لا يريد ان يموت لان وراءه بنات، هو لا يريد ان يموت. شهادة اشهار الاسلام في مصر تزوير في اوراق رسمية. لماذا لم تسلم قبل ان تتعرف عليها؟ ولماذا كان الاسلام مشروطا؟ يا بنات المسلمين، يسافر معها الى امريكا عاصمة التبشير، الى كندا، الى استراليا، الى فرنسا، ومن هناك يرغمها على ان ترتد عن دين الله ووحدانيته. هناك حيث الضغط الشديد. يا معاشر الاخوة، اسمعوا قول حبيبكم محمد، اسمعوه: لو كان البكاء على حال المسلمين يجدي لبكيت بدل الدموع دما. اسمعوا قول النبي، اسمعوا قول المرشد، اسمعوا قول القائد، اسمعوا قول الصادق، اسمعوا قول المعصوم. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. دينه وخلقه. واسمعوا قول الحبيب محمد: من زوج كريمته لفاسق فقد قطع رحمها. واسمعوا قول الحسن: لا تزوج بنتك الا لتقي، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. نحن في عصر العجائب. ان شابا منتسبا لكلية الحقوق ليس معه من المال ما يكمل به تعليمه، فاشار على بعض
ثورة ماذا يفعل ليحصل عن المال؟ فقال له بعض الجالسين افعل ما فعلنا. قال لهم وماذا فعلتم؟ قالوا له تزوج امرأة وسرحها في الحرام وكل من دخلها. هل بلغت الاخلاق الى هذا الحد؟ هل بلغ الانهيار الى هذا الحد؟ ومرحبا بالاشقاء العرب، مرحبا بالاشقاء العرب اذا جاءوا مصر لينعموا بجمال سمائها ودرقة مائها وخفة هوائها، مرحبا بهم. ولكن لا مرحبا اذا جاءوا ليعتقوا اعراب نسائها، مرحبا بهم اذا جاءوا لينعموا بسمائها وهوائها، ولا مرحبا اذا ولوا وجوههم شطر شارع الهرم. انني اقول هذا الكلام بمرارة لاننا اصبح هدفنا المال. عندما يطرق بابنا طارق نفتح له الابواب، فاذا ما طلب بناتنا لا نسأل عن دينه ولا نسأل عن خلقه، انما كل مسوغات القبول ان يكون مبطرلا، اي من دولة البطرول. فما دام مبطرلا فكفى بالبطرول مخرا وكفى به صداقا. ما سألنا عن الدين، ما سألنا عن الخلق، انما كل هدفنا ان ننتظره على حدود السلوم مع بنتنا يركب طيارة شفرليه او يركب البيجوخ او النعش الطائر كما يقولون. الا قتل الله البيجوخ وقتل الله الصلاجة اذا جاءت من طريق لا يرضي الله؟ يا معاشر المسلمين، انها المحنة، انها المحنة، لاننا قضينا سنين عددا لم يكن هناك من يذكرنا بالله. ان مصر مرت بليل طويل استمر 20 عاما، استمر هذا الليل 20 عاما لم نجد من يذكرنا بالله. كان الذي يقول لا اله الا الله يرمى في السجون تحت عنوان النشاط المعادي، الثورة المضادة، الاخوان الشيوعيون، اقسام ولا فتات، اقسام ولا فتات، بنينا السجون واقمنا الحصون والمعتقلات ودفن الاسلام وراء القضبان. والله يعلم، الله يعلم ورسوله يشهد اننا ما جنينا ذنبا. الى الله اشكو ما اعانيه وما كنت اعانيه. الله وحده هو الذي كان يعلم ماذا كنا نفعل وراء القضبان واين كنا ننام. كنا ننام في دورات المياه، في دورات المياه. قضيت شهورا ليس بيني وبين البول والغوط الا ان امد يدي. بول مركز واقف لا مجرى له، وغائط مركز لا مجرى له. كنا نحمله على اكتافنا بسبب ماذا؟ اننا قلنا لا اله الا الله، قلنا لا اله الا الله. فلماذا، لماذا كل هذا؟ ورفع بعض الذين كانوا يعذبون
دعوات تعويض، منهم من اخذ 30,000 ومنهم من رفع دعوى بمليون على ورثة الزعيم الملهم، الزعيم الملهم صاحب قرار اللكنة، رفع دعوى تعويض بمليون، وقيل لي ارفع دعوى تعويض، فقلت انني سارفعها امام الله يوم القيامة، امام الله لن اطالب احدا من البشر بتعويض عن 2 كاملتين قضيتهما مع ماء المجاري، مع البول المركز، مع الرؤوس، حتى كنت اطلب نشقة هواء فلا اجد الهواء. كان اذا ضاقت الانفاس كنا نحمل الى ثقب مفتاح الباب ونضع انفنا لنشم رائحة الهواء. باعوا علينا الهواء، باعوا علينا الهراء، ونسمع علماء المسلمين اليوم يتناطحون على صفحات الجرائد، الجمهورية تقدم حراكا لبعض العلماء، البيرة حلال ام حرام، والله يعلم ان ذلك الدكتور المفتي صاحب الفضيلة الذي افتى بان البيرة حلال انه يعلم انها حرام قطع، لان رسول الله نهى عن شراب الجعة، وشراب الجعة هو شراب الشعير وهي البيرة. فضيلة الدكتور الذي افتى بهذا يعلم انها حرام قطعا، اذا فلماذا افتى بحلها على صفحات جريدة الجمهورية في الغراء، جريدة الجمهورية التي تحوي في احشائها 20 شيوعية؟ لماذا افتيت يا استاذ الشريعة؟ افتى في الوقت المناسب في فصل الصيف حيث الحرارة، وافتى عند نزول السائحين، تقدم لشركة البيرة خدمة لا تقدر بمال. اتق الله يا صاحب الفضيلة، ذلك الذي افتى بتحليل البيرة والله يعلم انها حرام عجب، لطحت فلم افلح وغش فافلح عجب، غزلت لهم غزلا رفيعا فلم اجد لغزلي مساجا فقدرت مغزلي. يا فضيلة الدكتور، يا حليف شركات البيرة، يا مفتي شركات البيرة، يا صاحب العمامة البيضاء، أنحن الذين نحارب الله ورسوله أم نحن الذين ننصر الله ورسوله؟ وإذا كنا نحن الذين نحارب الله ورسوله فمن الذين ينصرونه؟ الجالسون في الخمارات، النصابون، أكلت أرزاق العباد، سماسرة العزو الثقافي، إذا كنا نحن الذين نحارب الله فمن الذي ينصر الله غيرنا؟ ومعركة على صفحات الأخبار، كتاب الإعجاز العددي للقرآن، رجل اجتهد وكتب كتابا اسمه الإعجاز العددي للقرآن، الرجل لم يخطئ ولم يرتكب جريمة، واذا باصحاب الفضيلة ينهالون عليه حتى كادوا يقعوا بالكفر والعياذ بالله، كادوا يرمونه بالكفر. الرجل اجتهد، والمجتهد اذا اصاب له اجران واذا اخطا فله اجر، لماذا لم تردوه ردا حسنا كما قال تعالى وقولوا للناس حسنا؟ لماذا لم تعملوا بقوله تعالى ولي لا توقف
يا علماء المسلمين الاجلاء الى من خلف بينكم علامة وهذا الضجة الكبرى علامة وفي مراكيب بعضكم لبعض وتحصون العدالة والخصام. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ اتحدوا يا علماء المسلمين اتحدوا. ماذا يقول عنكم الان بشنودة وانتم تختلفون وتتصاحلون وهو يبني ويشيد ويعمر وينجس وانتم يا علماء المسلمين اتحدتم على ان تختلفوا واختلفتم على ان تتفقوا واتفقتم على ان تتفرقوا. افيقوا افيقوا يا علماء المسلمين. الاسلام ينادي عليكم ويقول ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. شباب المسلمين ممزق ممزق بعضهم يقف عند القطبين في حالة برودة شديدة وبعضهم يقف عند خط الاستواء في حالة حرارة شديدة وشباب النصارى يحول الكنائس الى معاهد للعلم الى معاهد للعلم والمعرفة وشباب المسلمين يذهب الى اوروبا ليغسل الاصداق مكان الخمر والخنزير يغسل الاصداق الكويس. يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد. يا اصحاب العمائم البيضاء عودوا الى الله. لا توقع المسلمين في بلبلة. البير حرام. فوائد البنوك حرام. تحديد النسل خوفا من الفقر حرام. كتاب اعجاز العدد للقرآن لا شيء فيه. انزلوا من افراجكم. فإذا كانت عندكم شهوة الكتابة في الجرائد فأخرجوا جريدة إسلامية يومية ولا يضحكن عليكم غلمان الصحافة لا يضحكن عليكم أغيلمة الصحافة لا يضحكن عليكم صبيان الصحافة. اخرجوا جريدة إسلامية يومية غطوا بها مشاكل الاسلام. عودوا الى الله اصطلحوا مع الله. اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم حول حالنا الى احسن الاحوال. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم وحد كلمتنا. اللهم ارفع رايتنا. اللهم انصرنا على اعدائنا. اللهم اعد المسجد الاقصى الى ارضنا. احسن ختامنا. فك اسرنا. ارحم ضعفنا. تولى امرنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه. محمد رسول الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لماذا جاءت هذه الآية في هذه الصورة بالذات؟ ايه مناسبة الآية دي لما قبلها من الآيات؟ مناسبة قوية ومناسبة متينة لأن هذه
الصورة وهي صورة القصص اشتملت على قصة عدوين من اهلد اعداء الله. مات احدهما غريقا ومات الاخر مخسوفا به الارض. يا سلام. الاولان الان ربكم الاعلى. وهل يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. الثاني قال انما اوتيته على علم عندي. الاولان مات غراء. ورب يقول اغثني يا موسى. اغثني يا موسى. فلم يغثه موسى. وقال الله لموسى لقد استغاث بك 70 مرة فلم تغثه. وعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني قريبا مجيبا. لو كان قال يا رب. انما ما قالش يا رب. مرضاش يقول يا رب. مرضاش يقول يا رب. لو كان قال يا رب مرة واحدة. قررت لها حياتها برضا. انما مرضاش يقول الى اخر لحظة. حتى هو بيقرا مرضاش يقول لا اله الا الله. هل امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. مرضاش يمر رب الجلالة على لسانه. ابى واستكبر. وبعد ان كان يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. اصبحت الانهار تجري من فوق. وراح. وراح كما راح الليل من النهار. وراح. كان بيقلب الناس على جذوع النخل. احنا 65 قلبناهم على اسوار ابو زعبل. اسوار طويلة ابو زعبل كان الواحد يقلع زي امه مولدته. لا الفاس ولا قميص ولا حاجة. وتتغمى عليه ويتربط على الحديد من فوق. ويضط مربوط كده ليل ونهار كده. لو نام حيتدربك على وشه. والاخر كان ايه? والاخر حكم ربنا عادل لان العباد دول عباده هو. وهو اللي خلقه. هو اللي خلقه. فهو بيقول الخلق عيال الله. النبي بيقول كده. الخلق عيال الله يعني هو الذي يعولهم ويرعاهم. وافضل الخلق الى الله من احسن الى عياله. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيروي عن رب العزة في الحديث القدسي انه قال الاغنياء وكلائي والفقراء عيالي. فاذا دخل وكلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي. ولا ابالي. فالاولان غره ملكه. غره سلطانه. ودخل عليه سيدنا موسى في يوم. اخر ساعة ما زهق منه كل يوم مفاوضات مفاوضات. فموسى قال له يا فرعون. انا هقول لك كلمتين بقى واسمح لي. قال له قول يا موسى. قال له امن بان الله واحد ولك ملك مصر في الدنيا ولك الجنة في الاخرة. بس ايه? هتخسرك ايه? فتقول لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. ولك ملك مصر في الدنيا ولك الجنة في الاخرة. فرعون دور المسألة في دماغه لقى الكلام منطقي ومحمود. ايه صحيح. طب اقول لا اله الا الله واديني قاعد في الفطور وبعد كده في الاخرة يبقى لي الجنة. ولكنه قال لموسى لن اعطيك ردا الا اذا استشرت هامان. وكان هامان بئس المستشار هو. قال له هامان انا عايزك في كلمتين. قال له قول يا سيدنا.
قال له موسى بيقول له لا اله الا الله ولك ملك مصر ولك الجنة في الاخرة، ايه رأيك الكلام ده؟ انا شايفه كلام معقول. فقال له هامان ايضحك عليك موسى؟ قال له ليه؟ قال له بعد ان تكون عبدا معبودا تصبح عبدا عابدا؟ ازاي الكلام ده بقى؟ ولذلك شوف النبي محمد بيقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة عليه، بيقول النبي بيقول خير الاصحاب من اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيت ذكرك، وشر الاصحاب من اذا ذكرت الله لا يعينك واذا نسيت لا يذكرك. وليس ما الا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. شوف تعليم النبي، لا تصاحب الا مؤمنا، لان المؤمن كلامه خير توجيهه خير، ولا ياكل طعامك الا تقي. ولذلك الفرق بين الراجل المؤمن والراجل الفاسق بعيد. المؤمن لما يلاقيك زعلان شوية يقول لك مالك شايفك كده متضايق النهاردة، قول والله اللي الست مزعلانة شوية والحالة ازمة. يوم المؤمن يقول لك يا سيدي ده ربنا قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا بالنساء وبيقول استوصوا بالنساء خيرا، يخليك بعد ما كنت نار ولعة تصبح ماء باردة. انما الفاسق ابو جوزه اللي ماسك الجوزه طول النهار يكركر في الجمر الصايف، ايه رايك على مالك بتنفق ليه يا ابو حميد؟ كادر يا رب. شوف حتى دخلته بالكلام في اثر الضباعة، داخل مدخن العاذ بالله، مش زي المجري، لا ده زي الرجري اللي يحب النبي يسمعنا الصلاة عليه. شوف حتى دخلته بالكلام، المؤمن يقول لك ما تصلي على النبي كده واحد الله يا اخي، ده الدنيا كلها ساعة وما تزعلش، وان الله مع الصابرين. ده واحد من الصالحين كانت مراته مغلبها له طلقها، قال له ما اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذية، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. قال له امال هتعمل ايه؟ قال له ما اعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه. على بلاء سمعنا الصلاة على حبيب النبي. ولذلك جاي ذاك النهار من مدة كم يوم جاي واحد مدرس من العراق، مدرس عراق، قال لي عايز اسألك في مسألتين. قلت له الصبر. قال لي مراتي ما بتصليش، وربنا يهداه الصبر. قال لي انا عايز اتجوز. هي حكام الحكايات بره بقى، حكام النظر على واحدة من مصر عايز تخش وروح بها بغداد مثلا، اقول روح بها كركوك. ما تسمعش الصلاة على حبيب النبي. بس هو عايز يديني من الحتة اللي توجع. مراتي ما بتصليش، وعارف انه بدي اروح الشيخي، بس الشيخ هيقول له روح اخرب بيتها. ازاي ما بتصليش؟ يا راجل واحد ما طفح الدم. لا. هيدفع على مين؟ ما هو اصله الحبل عايز احدى منه برضه. بس سمعني الصلاة على حبيب النبي. مراتي ما بتصليش، قلت له ربنا يهداه الصلاة. لا قد ربنا قال وامر عليك بالصلاة والصبر علي، ماشي وامر عليك بالصلاة وطلقها، ماشي قول قد ام ريح تاني نفس من طريق تاني. وقال لي لا تؤمن على تربية الاولاد. ليه يا ابني مش مسلمة؟ مسلمة موحدة بالله. قلت له اشرف انت على تربية الاولاد. قال انا مش فاضي. قلت له ما تقعدش على القهوة. وقت الفراغ اخدت الحتتين بتوع شخصر وفلفل، شرشر نفسك للفت، والفت ده الزعلان، والود ده الفرحان، والكلام الفارغ اللي عرفناه من بعد 52. فقلت له يا اخي خليها بقى، ايه اللي انت ربيت؟ ربيت ما فيش حاجه. انا عرف ربي لسه وطلع لي طب ايه وقت لو طلعتها؟ قلت له الطلاق واحسنت له عرش الرحمن.
انا عارف هو بيسأل عايز يتجوز ومعاه 3-4 بنات حرام عليك حرام عليك حرام عليك ما تداوش الداء بالداء داو الداء بالدواء داء النساء دواؤه الصبر داو الصبر يجي واحد بعد سنة متجوز يقول لي انا تعبان انا يا ابو تعبان يا ابو سريع انت راح تعبان بعد سنة انت لو انت اخذ لك الشيء سنة معطانة 25 ايه تعبان تعبان بعد سنة ده واحد راح يشتيك سيدنا عمر بن الخطاب من سوء معاملة مراته لا سيدنا عمر زعلان مع مراته الراجل قعد 5 دقايق ومشي ماشي حاد سيدنا عمر نزل وقال له تعال انت جاي تقضي وقت ولا ايه يعني كيف وقعت احنا على قهوة هنا انت ايه ليه قال لي يا امير المؤمنين جئت لاشكو لك من زوجتي فوجدتك تشكو مما منه تشكو لقيتك انت بتشكو مما منه اشكو انا عايزك توحد الله مسلم تقول لا اله الا الله واشوف بقى الكلام لمين لعمر الرجل الذي كان الشيطان يفر من صلجه الرجل الذي كان لو سلك طريقا لسلك الشيطان طريقا اخر عمر لو ماشى في شارع وظهر الشيطان يمشي هناك مش راح كل الدين ما يمشيش بطريقه عمر احدا ومع ذلك زعلان لان بيت طب وماله هي الدنيا على حاله واحده قال سيدنا عمر قال له يا اخي شو بقى كلام الناس المؤمنين ما يعرفوش التفرقة ما يعرفوش يحطوا على النار بنزين ويحطوا على النار مية طفوها ام قال لي يا اخي ان زوجتي طاهية طعامي وغسلة ثيابي ومرضعة اولادي وقاضية حاجاتي فاذا اخطأت مرة فليس لنا ان نذكر سيئاتها وننسى حسناتها وما هي الا ايام اما ان تموت فنستريح واما ان نموت فتستريح فبكرة الموت يصفق حساب فينا كلنا بكرة الموت يصفق حساب الرجل بعد ما كان داخل ينفخ زي بابور الغلط طلع في العربية المرسيدس بنز هادي كده الواحد يتمنى يموت تحتها طلع هادي كويس هادي المسائل هادي حل المسائل ولذلك النبي لما بيقول لا تصاحب الا مؤمنا لا صحبة المؤمنين نفسه ولما بيقول لا ياكل طعامك الا تقي ليه وحد الله لا اله الا الله النبي اول واحد وضع اساس علم الاجتماع اما بيقول لا ياكل طعامك الا تقي هي العبرة مش عبرة كل وعدت تاكلها يا بعض العبرة عبرة ان البيوت اسرار يعني ما تدخلش بيتك غير الراجل التقي البيوت اسرار البيوت اسرار البيوت عورات يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من محافظته على حرمة البيوت انه قال اذا اطلع احد في بيتك بغير اذنك فرميته بحصاة فتقأت عينه فلا جناح عليه لو ان واحد خلاك قاعد مع امراتك معاه لبيتك وبص عليك من الناروزة وبص عليك من ملقى في الهواء وانت مش واخد بالك هو عمال يبص على اسرارك فانت رميته في صوبة فالصوبة جت عينه والنبي بيقول فلا جناح عليه اسرار البيوت يبقى النبي لما يقول لا ياكل طعامك الا تقي العبرة مش عبرة السندوتش العبرة عبرة اسرار البيوت لان في واحد اول ما بيدخل بيقول بسم الله استر يا رب وداخل مؤثر التاني اول ما يدخل يتلفت ذات اليمين وذات الشمال يبص كده ويبص كده ويتصنف كده ويذيع اسرار البيت واحد لو قدمت له قصاية مية يطلع يقول ده فلان ده كريم رسول بيته واكرمني واحد لو عملت له ربوة ب10 جنيه وجبت له بقى النواشف والمحمر والمشمر والمكمر والرومي والصاحي والوايد يطلع يقول ده مراته لما بتعرفش تطبخ تتطور السلطة كانت مقصة ملح ملح ايه يا عادي ملح ايه يا غلبان ما بصش للرومي
لا بصف للشريفة، لا بصف لعدم الشرف. لا لا صمان. ليه؟ لو كان تقيا لقال كلمة خير. ولذلك فإن طعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. أدي معنى إن النبي لما يقول لا يأكل طعامك إلا تقي، إلا تقي. الرجل الثاني رجل أغراه ماله وأغراه غناه، أولا قال ما علمت لكم من إله غيري، الثاني قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال لهم إنما أوتيته على علم عندي. هل حد لي عندي حاجة؟ ولا ربنا لو عندي حاجة. تعالى جبيني. مش حد لو عندي حاجة. فأرسل إليه كليم الله موسى. يا قارون ادفع زكاة مالك على كل 1000 درهم درهم. وعلى كل 1000 دينار دينار واحد. قارون جمع الزكاة لقاها كثيرة لأنه عنده كنوز. ربنا بيقول ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. عايز يعمل في موسى مقلب من مقالب الناس المفترين. أتى بامرأة ثانية وقال لها خذي ما شئت من المال وارمي موسى بالسنة. خذ الفلوس اللي انت عايزاها وخلي موسى واقف مع بني اسرائيل وتدلي عليه ارمي جسدك عليه. وحد الله. وحد الله ولا اله الا الله. وسمعني الصلاة على حبيب الله. في سيدنا موسى وقعد يوعظ بني اسرائيل وقال لهم من شرب الخمر جلدناه، من زنى وهو غير محصن جلدناه، من زنى وهو محصن رجمناه. قارون انتهت الفرصة دي وهدى واقفا وقال اترجم الزاني ولو كان الزاني انت يا موسى؟ فهو المال بيعلم الافتراء. المال مع الرجل غير الصالح يعلمه الافتراء. ولذلك النبي قال ايه؟ قال نعم المال الصالح للعبد الصالح. انما غير الصالح النبي قال تعف عبد الدرهم والدينار تحت. وتعف عبد الخميصة اللي هو يعبد الثياب كل يوم يغير وكل ساعة يغير ومهتم هو بنفسه. وبعدين قال تعف وانتكت واذا شيك فما انتقش. يعني لو دخلت فيه شوكة يا رب ما تطلع منه. اللي بيعبد الدرهم والدينار. فسيدنا موسى سمع الكلمات دي قال له ولو كنت انا. هو تطبيق الاحكام فيه خيار وفوز كل واحد. قال قارون فما بالك زنيت بهذه المرأة. المرأة وقت. قال سيدنا موسى بص كده وقال لها بحق من فلق البحر بعصايا احدث ذلك؟ الست لما سمعت يمين الله ارتعدت وقالت والذي بعثك بالحق ما حدث ذلك ولكن عدو الله هذا امرني ان اقول ذلك. لا اله الا الله. ان الله يدافع عن الذين امنوا. الاثنين اللي كانوا من بني اسرائيل واحد غني وواحد فقير. الغني فرس والفقير عنده بقرة. البقرة ولدت رجلك. قام الغني صاحب الفرس قال له دي العجلة دي بنت الفرس بتاعك. الفقير قال له يا معالي الباشا مش ممكن الفرس يولد عجلة. احنا ما تقرا علم الوراثة وعلم التناسل والبيولوجي والسيكولوجي والفسيولوجي ما تقرا يا سعادة الباشا. قال له لا. لا اجيب من الفرس.
طب نروح لبرضه. اختار واحد يحكم برضه الغني لف من باب ثلاثة وثلثة والتالي اللي فيه نصيب في عدة كيلو مطرة. احكم قال له فعلا العجلة بنت الفرس. ازاي؟ قال له عيناها مثل عيني الفرس ولها اربعة ارجل مثل الفرس ولها ذيل زي الفرس. امر الى الله. الثاني بالحكم. راح للثاني برضه الغني لف لفته بعطوة فصل مش حموي. قال له برضو العجلة بنت الفرس. ما هو المشي الجاموس يبقى تعمله. ايه ايه عطول. طب روح بقى الاستناخ العام. خلاص طوب الامر لله. فراح الغري عشان يلف. الحاكم قال له لا. انا اقضي بما يرضي الله. الجلسة بكرة. ايوه الجلسة بكرة. هات الزائر وتعالى نعرض الاقوال. بعد ما سمع كلام الزائر وسمع كلام الغني. وبعدين قال انا معتذر على الحكم بينكما هذا اليوم. ليه يا معالي القاضي؟ قال لهم لانني فوجئت بدم الحيض ينزل علي وانا لا اقضي ولا حائط. قام الغني قال له يا خبر ان دم الحيض ينزل على رجاله. قال له اذا كنت لا تصدق ان دم الحيض ينزل على الرجال فكيف تصدق ان الفرس ترد عجلا يا. حاجة غريبة. يا طرف ايه ده ايه ده. فقارون قال له انت زميل سيدنا موسى ده ما كانش يستفاره ابدا. النبي كان يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. سيدنا موسى ما كانش يذكر. لما شاف التهمة دي قال اللهم اخسف الارض بقارون وكنوزه. فقارون امبارح كان ماشي في الحج وفي الموكب وبصوا له الدنيا ملمومة الناس يبصوله ويقولوا يا ليس لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. الناس المؤمنين يقولوا ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. قارون واقف جسد دوخة بسيطة بس لا الارض بتهتز من تحته خارق الارض شائته بلعته الكنوز وخراحل. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ربنا قال فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. النتيجة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا أي كبرا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.